منذ أيام قليلة تمت الانتخابات النصفية لنقابة الأطباء، وفازت قائمة الاستقلال باكتساح الحقيقة في أكثر من محافظة من محافظات مصر أو في جميع محافظات مصر. معانا النهاردة دكتور منى مينا، أمين عام مجلس نقابة الأطباء. هنتكلم عن اكتساح قائمة الاستقلال وموضوعات أخرى تهم الصحة كمان في مصر، وأكم من الموضوعات اللي بتهم الصحة في مصر. نهارك سعيد يا دكتور منى. اهلا بحضرتك، نهارك سعيد. سعداء بوجود حضرتك معانا وسعداء بالتجديد لحضرتك. اهلا حضرتك نموذج نسائي مشرف جدا، بيسعدنا دايما ان انت تبقي ناجحه وموجوده في مكان صنع القرار الحقيقي. شكرا جزيلا. هو تصحيح صغير بس، اه حاليا انا مش امين نقابة الاطباء، انا وكيل نقابة الاطباء، امين عام نقابة الاطباء دكتور ايهاب الطاهر، احد زملائي المميزين اللي دخلوا النقابة العامة في الانتخابات الأخيرة. اه ومين النقيب؟ دكتور حسين خيري. طبعا اه أستاذ دكتور حسين دكتور خيري. حسين، وكله من قائمة الاستقلال. حاليا هيئة المكتب من قائمة الاستقلال. كان شيء جميل ان قائمة الاستقلال الحقيقة فازت ب 13 من 13 في الانتخابات دي، يعني الانتخابات كانت على 13 مقعد، 12 التجديد النصفي لمجلس نقابة والنقيب العام، يعني فوزنا ب 13 من 13 في النقابة العامة وحوالي 85% من النقابات الفرعية. عندي سؤالين فيما يخص الانتخابات. اولا المشاركة ما كانتش كبيرة قوي، يعني نسب ده حقيقي. المشاركة تقريبا قد ايه بالظبط هم 15,000 وحوالي 300، يعني كام في المية تقريبا؟ كام المية دي يلزم ان احنا نعرف بنحسب من ايه، يعني مقيد في نقابة الأطباء 260,000، عندنا حوالي 20,000 وفيات، يعني احنا عندنا احياء 240,000، منهم قد ايه في مصر وقد ايه بره. طبعا مش هيبقى مهم بالنسبة لي قوي اني اقول قد ايه في الخدمة وقد ايه معاشات، لان حق الانتخاب موجود للطبيب سواء هو في فترة العمل الحكومي او طبيب حر او معاش، ولكن قد ايه بره مصر وقد ايه في مصر. تقديري ان احنا عندنا اكتر من نصف الاطباء بره مصر. مفيش للأسف إحصائيات دقيقة في الحاجات دي، مفيش إحصائيات، يعني ما عندناش أي لا جهة يعني في ايه مصر. نصف الأطباء بره مصر؟ نصف الأطباء المقيدين في النقابة بره مصر؟ بره مصر بيشتغلوا نصف بره مصر الأطباء؟ أو أكتر، ده تقدير عام، يعني ما عندناش إحصائيات ده ولا عدد النقابة كبير. حقيقي، نسبة ولا كبيرة أوي النقابة أوي. ولا أي جهة، يعني ولا الخارجية ولا الداخلية، ما مفيش عندناش جهة عندها احصاء لقد ايه، يعني ان كل طبيب وهو جاي يخرج لازم يسجل نفسه في جهه معينه، لا ما عندناش هذا الالتزام. لكن من معارفنا واصدقائنا وقرايبنا، وحضرتك بتشوفي قد ايه نسبه الاطباء اللي بيبقى بيسعى ورا فرصه سفر، واول ما تيجي فرصه سفر بيسافر. ده طبعا انعكاس لان عندنا يعني مشاكل رهيبه في ممارسه المهنه، سواء في الأجور، في التعليم الطبي، في أوضاع المستشفيات، في حماية المستشفيات، تعرض الأطباء كثيرا للاعتداء والإهانة، سواء هم يعني وهم بيشتغلوا، سواء لفظية أو أحيانا إهانات، يعني اعتداءات مادية، فده كله يعني طارد للأطباء بشدة. ففي تقديري إن أكتر من نصف الأطباء بره. لكن أنا عشان أدي مؤشر عام للناس، الانتخابات اللي جرت 2011 في اكتوبر 2011 اعقاب الثوره 2011، في ناس طبعا بيقولوا ثوره وناس بيقولوا كلام تاني، انا من الناس اللي يعني بيقولوا ان 25 يناير كانت ثوره وكانت بتعبر عن امال الشعب المصري في شعارات اللي اترفعت، الحريه والكرامه والعداله لكن بعيدا عن المناقشات السياسيه، 2011 كانت عام يعني زي ما بيتقال حبلى بالتطلعات وبالامال، كل الناس نفسها تعمل حاجه ونفس والناس حاسه ان السنوات الجايه هتحمل مستقبل احسن ليهم. في الجولات اللي كنا بنعملها في المحافظات وقتها، كان في اطباء شباب كتير بيقولوا لي احنا كنا مجهزين باسبورنا وبنبحث عن فرصه سفر، لكن خلاص احنا مش هنسافر، دي بلدنا هتتصلح، هتبقى كويسه، مستشفيات هتبقى احسن، شغل هيبقى احسن، الحياه هتبقى احسن، مش هنسافر. دول بالاغلب بره دلوقتي، مش هقول لك بيقولوا ايه، دول بالاغلب بره دلوقتي.
الحالة بتاعت التطلع دي للحل العام مش للحل الفردي كانت تسود في 2011. النهارده اللي عنده مشاكل بيدور على فرصة سفر، بيحاول يحسن المؤهلات الطبية بتاعته، مستواه العلمي، ياخد دورات، ياخد كذا ياخد كذا عشان يحسن فرصه في السفر. بقى في اتجاه للحل الفردي تاني، لان الحل العام بقى يعني الدكاتره اللي بيشتكوا كل يوم الوضع في المستشفيات بيشتكوا عشان محاولات تحسين بسيطه، لكن هذا بس الامل العريض آه. ان المستقبل مختلف آه. للاسف مش موجود. في دكاتره الحقيقه يعني هم سبب من اسباب المشاكل اللي في المستشفيات، عشان الواحد برضو يبقى أكيد. موضوع يعني في حالات الواحد بيسمعها كتير جدا، المشاكل وحالات الوفيات اللي بتحصل في المستشفيات والمشكلات اللي بتحصل في المستشفيات كتير منها بسبب اطباء، مش بس بسبب المنظومه. يعني طبعا المنظومه مهترئه، الاطباء جزء من المنظومه يا استاذ. هل حضرتك منتظرة ان يبقى في قطاع ما في الشعب المصري، فئة مهنة في الشعب المصري في الظروف الحالية ملايكة؟ لا، نفس هؤلاء الاطباء اللي بيجي لنا شكاوي منهم احيانا وبنقر بيها احيانا، واحيانا بتبقى شكاوي متجنية، نفس هؤلاء الاطباء لما بيخرجوا يشتغلوا في اي حتة بره، سواء في دولة عربية او في دولة اوروبية، بيشتغلوا زي الترس في الساعة. طب ليه يا دكتور؟ في منظومة، يعني في حالات إهمال شديدة بتؤدي لوفاة المرضى. يعني حالات اللي بتؤدي لوفاة المرضى في جزء منها بيبقى نقص إمكانيات، جزء منها نقص سيستم، جزء منها نقص مكان للتحويل، جزء منها إن نفس الدكتور ده أنا مش مؤهلة كويس، وفي نقص ضمير، جزء منها إن هذا الطبيب أنا مش مدياله دور محدد يعمله ورقابة عليه. فنفس الاطباء دول مش بيخرجوا بره بيشتغلوا كويس جدا عشان هم جزء من منظومه متكامله كويسه. المنظومه دي بتوفر له امكانيات وبتوفر له اجر وبتدي له دور محدد اللي احنا بنسميه جوب ديسكريبشن، يعني توصيف وظيفي دقيق يعمله، وبتدي له كلينيكال جايد لاينز، يعني خطوط علاجيه محدده يمشي عليها، ولو خرج عن ده بتحاسبه. احنا عندنا ما بتديلوش ولا حاجه من دي، ولا بتدي له امكانيات، ولا بتديله توصيف وظيفي محدد لدور محدد ليه، ولا بتديله خطوات علاجيه محدده يعملها، ولا بتحاسبيه لما يغلط، ولا بتديله اجر، ولا بتعمليله تحديث تعليم. يعني انت بتسيبيه كده وبتقولي له فين ضميرك؟ لا، حضرتك حطي له امكانيات والزميه بخطوات محدده، ولما يخرج عنها حاسبيه. ده مفيش اي منظومه صحيه في الدنيا بتعتمد وحده على ضمير الطبيب، ده بيبقى الخطوه رقم 10. يعني بيبقى عنده، بيبقى هو بالظبط كده ترس في ساعه، عنده التزامات محدده هيديها، لو خرج عن ده بقى حاسبه. لكن احنا عندنا بتسيبيه كده اهو ماشي. طب انا عايز اعرف بعد اذن حضرتك دور النقابه في وضع اليات للعقاب في حاله الخطا، واليات للثواب في حاله التفوق. انا هدي لحضرتك مثال حي. النقابه يعني مش هتكلم دلوقتي على خلينا هدي لحضرتك مثال حي وقريب. يعني باختصار ممكن اقول لك النقابه فيها لجنه الادب المهني، لكن انا عايزه اناقشك بتفصيل اكتر. في المونتير الله يرحمه اللي توفى اسمه مونتير اون تي في، استاذ اكرم، اكرم حسان، استاذ اكرم حسان رحمه الله رحمه واسعه وصبر اهله من بعده. نشوف دور النقابه ويجعلها اخر الاحزان الحقيقه، يعني يجعلها اخر الاحزان، يعني الحاله دي متكرره. طيب نتمنى، لكن انا بقول لحضرتك اهو احنا صباحا المفروض نقول كلام متفائل، لكن انا بحب دايما ابقى واقعيه. للأسف مأساة وفاة مونتير أكرم حسان مأساة مرشحة للتكرار بشدة. ليه بقى؟ إذا كانت الدولة مخرجة قرار من رئيس الوزراء بيقول إن كل المستشفيات الخاصة والعامة 48 ساعة علاج بالمجان لحالات الطوارئ، فين ده بقى؟ هو بالتحديد عشان هذا القرار، بالتحديد عشان هذا القرار خرج قرار شكلي صوري كلام حبر على ورق. أولاً النقابة وحركة أطباء بلا حقوق اللي أتشرف أن أنا كنت جزء منها ومن مؤسسيها من قبل ما ندخل في النقابة، كانت جزء من سعي وراء هذا القرار، وجزء بعلاقاتنا الوطيدة بعدد من أساتذتنا المبجلين المحترمين اللي كانوا في لجنة الدستور من النص على تجريم الامتناع عن تقديم الخدمات في الطوارئ ماشي في اي سبب. لو تفتكري حضرتك ان الاضرابات العديده اللي عملناها كان دايما الطوارئ والحالات الحرجه بتبقى خارجها، لان الخدمات في الطوارئ هي حفاظ على حياه البني ادم وتجنيبه لمضاعفات هامه ماشي.
وكان في قرار قبل كده هو قرار رئيس وزراء سابق بخدمات الطوارئ مجانية لأول 24 ساعة. كويس كده؟ كويس. لم يكن هذا القرار مفعل، وكنا باستمرار بنطالب بتفعيل وتمويل خدمات الطوارئ في أول 24 ساعة عشان تبقى مجانية. يعني إيه تمويلها؟ لما أقول كل، أولا دي مش بدعة، إحنا مش هنعيد اختراع العجلة. أغلب دول العالم المتقدمة فيها خدمات الطوارئ في أول 24 ساعة مجانية. إزاي؟ أنا هروح مستشفى في أي حاجة، في حادثة، في حالة ذبحة، في حالة جلطة، مش هيسألني الفلوس فين، هيدخلني يعمل لي الإجراءات بتاعتي، لأن في الوقت ده الدقايق بتفرق والعشر دقايق بتفرق والربع ساعة بتفرق جدا. خلاص، هيدخلني يعمل لي إجراءاتي، بعد كده هيشوف أنا متغطية بمظلة تأمين صحي، يبقى التأمين الصحي ده هيحاسب. ماشي، أنا مش متغطية بتأمين صحي وأنا حد قادر على الدفع، هحاسب. أنا ولدة هيبقى في بادجت أو بند مالي مخصوص في وزارة الصحة، بقى في جمعيات معينة. يعني اللي أنا أعرفه إن في دول بره اللي ما عندهاش، في دول كتير عندها مظلة تأمين صحي بتغطي الشعب كله، دي من الحاجات اللي إحنا بنطمح لها. في دول ما عندهاش تأمين صحي بيغطي الشعب كله، بيبقى فيه كل مستشفى مربوط عليها ضرائب عدد معين من الشركات أو تبرع هيئات معينة. بيمضي العيان بعد ما يفوق أو أهله إذا توفى العيان، بيمضوا على فاتورة الحساب اللي اتعملت له، ماشي، إنها الحاجات دي اتعملت فعلا. ماشي، وبتحاسب عليها يا إما جمعية أهلية معينة ليها حساب خيري، يا إما شركة معينة بتحاسب عليها، وده بيتشال من وعائها الضريبي. مش بتحاسب. لكن ما ينفعش لما حالة، وده الكلام ده قلناه وعدناه 100 مرة، فبدل ما يتنفذ ويتفعل قرار 24 ساعة طوارئ، طلع قرار جديد أجمل، ماشي، ب 48 ساعة. بس أنا فعليا مش رصد تمويل ولا يمول 24 ولا يمول 48، يبقى الكلام ده إيه؟ وطبعا ده مش مبرر ان هم يسيبوا الحالات تموت، ده مبدئيا. اسمحيني يعني اسمحيني. انا هقول لحضرتك حاجه، ده مش مبرر. انا متفهمه اللي حضرتك بتقوليه ان الدوله بتصدر قرارات ولا تضع لها اليات تنفيذ. طيب انا فاهمه ده. اسمحي لي يا استاذ، مع كامل احترام، ان احنا نفضل نقول فين ضمير اصحاب المستشفى؟ الكلام ده ضد الضمير وضد ده. اسمحي لي، كلام انشائي اخلاقي هيخلي هذه المأساة مرشحه للتكرار. كل القنوات بتقول الكلام اللي حضرتك بتقوليه، مهما كان فين ضميرهم. لا، كل هذا الكلام الانشائي هو ما يجعل الواقع الفعلي يستمر بشع بالطريقه اللي احنا بنشوفها، هو اللي بيخلي الناس تسافر ومش عايزه تقعد لانها لا ترى طريق حقيقي للاصلاح، هو اللي يخلي الاقبال على انتخابات نقابه الاطباء بدل ما كانت في 2011 33,000 السنه دي 15,000. ماشي، ان احنا ما بنقدمش حلول حقيقيه. نقابه الاطباء بقى ما بتتكلمش كده، علشان كده رغم كل مشاكل الاقبال عندنا، الحقيقه كانت اعلى كتير من الاقبال في مجلس الشعب، لان في نقابه بتتكلم على الاقل بصدق، حتى لو مش قادرين نحل. انا خايفه ان كلام حضرتك ده بنفتح بطن المشكله. انا خايفه ان كلام حضرتك ده يشجع الناس اللي بتعمل كده تستمر تعمل كده. يعني حتى اوكي، انا موافقه حضرتك تماما في الكلام اللي بتقوليه، الدوله بتصدر قرارات ما بتحطلهاش اليات تنفيذ، فبتبقى كانها حبر على ورق. لكن انا ما اقدرش اقول ان هم ما يصبروش كام ساعه لحد ما الناس تجيب الفلوس من القناه يدفعوا فلوس الراجل. خليني اقول لحضرتك، يعني مش لازم الدفع المقدم ويبقى خلاص، اللي هو مشرط جراح حتى في حياه البشر. لازم يعني الدفع في الطوارئ يبقى بعد، او مناقشه مين هيدفع وايه الجهه، يبقى بعد ما خدمه تتقدم. ايوه طيب. لان مثلا في الجلطات، التدخل بالقسطره في اول ربع ساعه ليه نتيجه جميله، في ثاني نص ساعه بيقل، اظن بعد ساعه فايدته. طيب يعني هم عليهم مسؤوليه حتى لو ما فيش اليات. هذا الكلام يوسلس، هذا الكلام اللي حضرتك، اسمحي ما تزعليش مني، مش حاجه انا شخصية. فهم. لكن هذا الكلام عمره ما كان لي جدوى ولا عمره هيبقى له جدوى. جدوته ايه؟ يعني انا صاحب مستشفى، طلع يعني بقى يعني وقت مناقشه وفاه المونتير الله يرحمه، جاء مدير مستشفى دريم اللي مفروض ان هو رفض الموضوع، بيقول ان المقصر هيتحاسب، واحنا هنشوف المقصر ده بقى ممكن يبقى المدير الاداري او بتاع الحسابات اللي قالوا هات حسابات. هذا الشخص بيشتغل في مكان خاص، عنده تعليمات، لو خالف هذه التعليمات يفصل من شغله او يتحمل المبلغ. الكلام ده كلام غير واقعي، غير ممكن.
والمستشفى الخاص مش ممكن هتبقى مفتوحه بشكل خيري. يعني طلع مدير المستشفى يقول ايه، تعليمات رئيس المستشفى ومدير القناه ان من جنيه لمليون نعالج الناس والمقاصر. هذا الكلام غير واقعي وانا ما اقدرش اصدقه مع كامل الاحترام لكل الناس. ليه؟ اللي فاتح مستشفى خاص مش فاتحها للاعمال الخيريه، صاحب المستشفى الخاص طبيعي جدا فتحها للمكسب. ليه في فرنسا او في المانيا العربيات التابعه للمستشفيات الخاصه، عربيات الاسعاف، بتتسابق لنقل حادثه لانها عارفه ان فلوسها مضمونه، ان في اليه. بس دي مستشفى حتى ما عندهاش عربيه اسعاف، كانت في مستشفى خاص ولا غير خاص ما عندهاش. احنا ما عندناش رقابه من العلاج الحر، دي مسؤوليه قسم العلاج الحر في الوزاره. احنا ما عندناش رقابه جيده من العلاج الحر دي، وعندنا عديد من المشاكل. انا بس عايزه اركز على نقطه محدده، اني اوجد اليه حقيقيه، مش كلام، مش حبر على ورق، مش كلام للاستهلاك المحلي، لتنفيذ الكلام الكبير بتاع الالتزام باخلاقيات المهنه. التزام باخلاقيات المهنه حصل ازاي في دول تانية؟ مش عن طريق ان هم قعدوا يقولوا حرام عليكم، فين ضميركم؟ حطوا آلية تنفيذ. ايه بقى الطريقه دي؟ هي معناها ان احنا اللي يقع تحت ايدينا نجلده، مره يبقى الطبيب الصغير اللي شغال في المكان، مره يبقى مدير الحسابات، مره يبقى المدير الاداري. بغض النظر عن اللي انا بجلده ده وبحاول اشيله الليله، طبيب او غير طبيب، من غير وجود منظومه صحيه حقيقيه بتتصرف في الحاجات دي، هتفضل المشاكل، هتفضل الناس تموت. واسمحي لي، هذه الحاله سلطت عليها الاضواء عشان هو من وفي قبلها حاله نادين شمس، وفي قبلها هبه العيوطي، وفي قبلها كل يوم ودول معاهم فلوس يدفعوا في مستشفيات خاصه. يا دكتور، ما المستشفيات بقى اللي فيها القطط ماشيه وسط العيانين. خليني اقول، نادين شمس وهبه العيوطي والمونتير أكرم حسان دي حالات لظرف او لاخر، لان هم ابناء عائلات موسر، او لان ليهم علاقه باعلاميين، او لان هم اشخاص من العائله الاعلاميه سلطت عليهم الاضواء. خلينا نقول بوضوح وبصراحه، هناك الاف زيهم ما بتسلطش عليهم الاضواء لاني ما عنديش منظومه جيده. طيب انا عندي دلوقتي دقيقتين ومهتمة ان انا اكون موضوعية وعملية واسمع من حضرتك حلول، خاصة ان في دلوقتي اعلام شعبي لطيف جدا حصل بعد الثورة، حتى لو يعني مش ما بقاش بقوة فيما بعد الثورة على طول، ولكن موجود. وفي صفحات على الفيسبوك منها عشان لما تيجي ما تتفاجئش، بقوا يحطوا صور المهازل اللي بتحصل في المستشفيات وفي الصحة وكده. يعني الـ 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 الوزارة لو ما تعرفش والحكومة لو ما تعرفش، اهي احنا بنحط لكم الصور قدامكم. أيوة. وتم اعرف في دقيقتين ايه الحلول اللي النقابه بتحطها. طيب في دقيقتين حلول المنظومه الصحيه كلها صعب شويه. لا خلينا بس نختار، خلينا تعريف. نقول بشكل عام، ما زلنا في مصر من مطالبنا قبل الثوره لحد دلوقتي بعد الثوره، ان توضع الصحه كاولويه من اولويات الحكومه. ماشي، التوجه الصحه والتعليم مش حاجات بصرف عليها فبفقد فلوس، دي حاجات بصرف عليها فببني مستقبل. ماشي، فالصرف عليها لازم يبقى استحقاق اساسي، دي من المواد الاساسيه في الدستور التي لم تنفذ. ماشي، الميزانيه ما زادتش بتاعت الصحه في الميزانيه الجديده؟ زادت. لا زادت حاجه بسيطه جدا. ماشي، مفروض ان الميزانيه تكون 300 من الناتج القومي. 300 من الناتج القومي ده يقترب من 9.5% من اجمالي الميزانيه. الميزانيه لحد دلوقتي في حدود 5.1 اظن من الموازنه العامه للدوله، يعني حوالي نص المطلوب. دي حاجه. حاجه ثانيه، مشاركه الرقابه الشعبيه في الميزانيه وفي وضع سياسات صحيه، في وضع اولويات، لان انا مش هبقى للاسف احنا عندنا بنود اهدار رهيبه جوه وزاره الصحه، وانا مش سعيده ان انا اضغط بكل ما عندي لزود الميزانيه عشان ازود الاهدار. مش هبقى لحد النهارده ما زالت المستشفيات بتبقى بيتعمل فيها اشيل السيراميك واحط رخام، اشيل رخام واحط جرانيت، ونفس المستشفيات دي عندها عجز في البنود الرئيسيه. صحيح. فما زالت بنود الاهدار عندنا قويه وبتاكل الميزانيه اللي هي حوالي النص اللي احنا عايزينه. بالنسبه لحاجه خلينا في بند بسيط اللي قلناه، اللي هو موضوع الطوارئ. ماشي، ان خدمات الطوارئ تقدم فورا، وبعد كده هو يبقى في الكلام على الفلوس منين. لازم ادعم الطوارئ، يعني الاليات اللي مفروض لتغطيتها من حاجتين،
التأمين الصحي والعلاج عن نفقة الدولة، الحاجتين متعثرتين بالتزاماتهم القديمة ومش قادرين يقوموا بيها، فحطيت عليهم بند قوي جدا وهو أول 48 ساعة طوارئ اللي فيها كل التدخلات الغالية قوي، العناية المركزة، تركيب دعامة، عملية لو في حالة عظام ومسامير وشرايح، يعني كل التدخلات المكلفة جدا، فلازم يبقى في دعم للبندين دول ماشي، يعني مثلا يتحط على الأقل 2 مليار على ميزانية العلاج على نفقة الدولة. والتأمين الصحي في حاجات مفروض انها اتقالت انها تتعمل وواقفة، ربط فلوس السجاير اللي زادت فعلا، يعني زادت ضرائب على السجاير حوالي 40 قرش على كل علبة سجاير علشان ده يربط على ميزانية التأمين الصحي، والنقابة دفعت عن ده وحاولت المالية تقول ان ما ينفعش يبقى فيه ربط مباشر من ضريبة على بند معين، واحنا قلنا لا، وده بيحصل في حتت كتير واسمها ايرنت تاكسز، يعني ضرائب ممسوكة من ودنها على، يعني موجودة في كل حتة في العالم، ولحد النهاردة ما راحتش فعلا للتأمين الصحي حصيلة الفلوس اللي زادت بالفعل على السجاير. احنا مش عارفين ليه، بقى ما نعرفش ماشي. في حاجات تانية، في زيادة الاشتراكات الخاصة بالتأمين الصحي، الاشتراكات جزئين، جزء على المنتفع نفسه وجزء على صاحب العمل، دي مفروض تحصل برضو، دي مشروع موجود، مشروع قانون موجود مفروض ان يتمجي وتزيد فلوس التأمين الصحي. باختصار احط نفسي على الخط السليم في الحاجات دي، مئات التفاصيل باختصار، تخصيص فلوس ورقابة، رقابة المنتفع صاحب المشكلة، وده شقين، العاملين بالصحة هم شايفين الموضوع لازم يبقى لهم رأي وجزء في الرقابة، النقابة بتحاول تعمل دور في ده، والمنتفع المريض، لجان الحق في الصحة، لجان أصدقاء مرضى السرطان، أصدقاء مرضى الكلى، أصدقاء مرضى الكبد. تمام، أنا بشكر حضرتك جدا دكتور منى مينا وكيل مجلس نقابة الأطباء، وبتمنى للنقابة تفضل ليها دور موجود مع الحكومة، يعني اللي انتم ما تقولوش بس الكلام ده في تقارير تبعتوها وخلاص، لا خليكم معاهم علشان نبقى حاسين اللي فيه حس شعبي مع الحكومه، يعني اي حس شعبي معاهم. احنا هي صوت معبر عن جهه شعبيه، ما احناش جهه تنفيذيه، ما احناش مسؤولين عن تنفيذ، بس نعرف نزن، احنا بنعرف نزن، بس نعرف نزن ونقول، يعني وننور لمبه وننور ونقول ونزن عليهم لحد ما اللي احنا عايزينه يتعمل. بشكر حضرتك جدا جدا دكتور منى مينا. فقراتنا لسه متواصله معاكم، وراجعين بس بعد الفاصل.